جدا جدا، وفي ممثلين كتار جدا احنا يعني بنهتم فعلا نشاهدهم وسعيدين يعني بالحاجة دي. تماما. المسرح السعودي رغم انه ممكن نقول بدا متاخر 1950، لكن الموضوع ده بدا قبل احتفالنا باليوم العالمي للمسرح نفسه، لانه ايوه الاحتفال بتاع اليوم العالمي للمسرح بدا فعليا في العام 1962 في ايوه صحيح فيينا، في فيينا صح. والمقترح كان في 1961. يبقى المسرح السعودي يعني فاغ اليوم العالمي للمسرح نفسه بداية. المسرح السعودي عنده تجربة كبيرة جدا، عندهم نجوم كبار جدا قاعد يقدموا في تجارب محترمة جدا على مستوى العالم العربي، عندهم متابعين وبلغة رصينة ومفهومة تماما تماما، تعتمد على العادات عندهم تجربة في والتقاليد. السودان في مهرجان البقعة، صحيح عندهم مسرحية قدمت في مهرجان البقعة على مستوى السودان، كانت من المسرحيات الجميلة جدا، أنا حضرته مباشر صحيح، وأخذ جائزتين. جائزتين ده معناتها في لغة واصلة، في مسرح واصل على يعني مهرجان كبير زي مهرجان البقعة، في كل الدول العربية اللي كانت بتشارك فيه على مستوى المهرجان، فالسعودية كان عندها نصيب. دول أوروبية كمان ودول أوروبية أيوة. فكان السعودية حضور قوي جدا، بنص مسرحي قوي جدا، بتمثيل عالي جدا، بتكنيك بتاع إخراج عالي جدا مدهش بالنسبة لنا كان. والتجربة كانت سونوغرافيا كانت بصورة يعني فيها تكنيك عالي إذن جدا. إذن الإمكانيات الموفرة هنا للمسرح السعودي تماما ساعدت كثير في تطور المسرح السعودي تماماً، وإقامته على كثير من المناطق تماماً. ودي من الحاجات اللي إحنا قبل شكينا منها، واحدة من المعوقات اللي بتعوق المسرح السوداني.